حكم قول إلا رسول الله، المشكلة فيها. قل شيء اشتم يشتم أبي إلا رسول الله، يعني هذا الكلام يعني تعظيم حرمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قائلها يقصد ذلك، يقصد تسبوني تسب أبي تسب جدي تسب ملك تسب الرئيس إلا رسول الله، إذا سببته لا لن نتركك. فهذا كلام طيب، هذا كلام طيب. ماذا نفعل بمنزل؟ طبعا ليس معناه أنك تسب الله أنك تقول للرسول، لم يقصد القائل هذا، لابد من مراعاة مقصد المتكلم، يرى مقصد المتكلم. مثلا تربت يداك يا أم سلمة، إذا جئت لله لاصقت يداك بالتراب من شدة الفقر يا أم سلمة، والنبي لم يريد ذلك. وكذلك في حديث ثكلتك أمك يا معاذ، أن اللغة فقدتك أمك وليس المراد ذلك. فينظر إلى مراد المتكلم.